اهلا وسهلا البنات، اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا بخير وبأحوال جيده. اليوم ان شاء الله فيديو جديد على القناه. كنعتذر انني ما حطيتش هاد يومين، كانت عندي واحد الظروف هكا مشغوله شويه. اليوم عاد كتب الله وغادي ننزل لكم هاد الفيديو. هادو هما المكونات ديال البراوني اللي كيجي زوين ومعلك، وبغيت نبارطاجي معكم الوصفه ديالو. عندي 80 غرام ديال السكر البني، يمكن لكم تعوضوه بالسكر الابيض، وعندي 3 ديال المعالق ديال الزيت العادية، كما يمكن لكم تستغنوا عليه. مي انا الزيت كنديرو على حساب ديك التعليكة. وعندي 100 غرام ديال الدقيق الابيض، 3 ديال البيضات، عندي 150 غرام ديال الزبدة، والقرقاع عندي هنا تقريبا 150 غرام. يمكن لكم ديروا الكاوكاو او اللوز على حساب داكشي اللي كتبغيو نتوما. وعندي السكر الفاني، وعندي بيكربونات دو الصود، راه درت انا تقريبا واحد نص معلقه صغيره. يمكن لكم ديروه، يمكن لكم تستغناو عليه. وإلا ما عندكمش يمكن لكم ديروش معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه، واخا هو ما كيجيش فيه البراوني الاصلي، يعني ما كداش فيه الخميره ديال الحلوه نهائيا، غير هي على حساب باش تكون ديك تكون مهويه وتكون شويه منفوخه. وعندي هنا الشوكولاتة الاسود، 200 غرام ديال الشوكولاتة الاسود، وهذه هي البيكربونات دو الصود اللي قلت لكم، يعني غذائيه يمكن لكم تستعملوها بزاف ديال الاشياء. المهم كتجي زوينه، حتى هي كنعوضوها بلاصه، يعني في بلاصه ما نديرو يعني الخميره ديال الحلوه، ديروا هذه المعلقه صغيره ديال البيكربونات باش تجيكم العجينه ديالكم مهويه وتجي هشيشه. وغادي نضيف واحد شويه ديال اللوز مهرمش، انا كان عندي، ماشي بالضروره تستعملوه نتوما، يمكن لكم تستغناو عليه كما قلت لكم، يمكن لكم تكتفيو غير بالكاوكاو ولا ديروا الاكاجو على حساب داكشي اللي متوفر عندكم. مي بغيناه يكون شويه غني. او القرقاع يعني تقريبا يمكن لكم ديروا، يعني تمشيو تاخذوا غير 10 ديال الدراهم، يعني ماشي بزاف، راه كافي هكا ديروه مره مره، ماشي مشكل. وغادا ناخذ الشوكولات، غادا نقطعو بالموس قطع يكونوا رقاقين شويه، لانني غنحتفظ بواحد الكميه منه قليله، هكا غادا نستعملها للتزيين ديال البراوني كتجي من الفوق. المهم كنقطعو بهذه الطريقه حتى نسالي. وبزاف ديال البنات اكيد كيعجبهم البراوني، كيجيو مزوين ومعلك، يعني كتكون عنده واحد لذة مختلفه، ما كيشبهش الكيك العادي. وفي القرقاع البنات راه كيجي زوين بزاف، كما ان باللوز حتى هو، مي القرقاع انا كيعجبني اكثر. وجربوا هذه الطريقه البنات وضيفوا الزيت، كاين اللي ما كيستعمل غير الزبده، يمكن لكم تكتفيوا غير بديك 150 غرام ديال الزبده. انا كنضيف دوك 3 ديال المعالق ديال الزيت، كيعطيوها واحد التعليكه مختلفه، كيجي زوين بهذه الطريقه هذه البنات. كنتمنى انكم تجربوا نفس الطريقه اللي انا غادي نتقاسم معكم بالتفصيل باش هكا يجيكم ناجح. اكيد كل واحد كتبقى عنده الطريقه ديالو الخاصه، مي انا هاد الطريقه اللي كنديرها، كنديرها اما باللوز اما بالقرقاع. والصراحه القرقاع انا في الاصل القرقاع ما عنديش معاه، ولكن ملي كنديرو في الوصفه هذه كيجيني زوين. كما لاحظتوا وضعتو في الفران تقريبا 5 ديال الدقائق، الفران يكون مسخن على 180 درجه غير 5 دقائق، باش نحيد له نقصلو غير من ديك القشره شويه، ماشي بزاف باش ما تجيش فيه ديك المروره. كما يمكن لكم يعني ما تقشروش، ديروها غير هكاك، ملي حيدتو ليه القشره كتحيد منه ديك المروره، واخا هي ديك القشره مفيده، ممكن نقصو منها وصافي. كما لاحظتوا خديت شويه ديال الشوكولاط احتفظت به مع شويه ديال اللوز. وغادا ندير هاد الشوكولاط مع الزبده في حمام مريم، يعني غنحطو في كما لاحظتوا في كاسرونه على النار، وغادا نخليه حتى يذوب تماما. ومن بعد ما حمرت القرقاع كما لاحظتوا، ونقصت ليه شويه من القشره، غير شويه ماشي بزاف، باش تبقى فيه ديك الفائده. غادا نقطعو، ماشي نرقوه، مي نخليه شويه باين باش هكا يجي في التقطيعه ديالو، يجي الشكل ديالو يعني كيبان باللي قرقاع.
انا ولادي عموما ما كياكلوش، يعني ما كياكلوش القرقاع، ولكن في هذه الوصفه كيعجبهم. كما لاحظتوا خديت شويه ديال اللوز وشويه ديال القرقاع وشويه ديال الشوكولات، درته في زلافه غنحتفظ به للتزيين. وهذا اللي بقى عندي غادي نديرو في العجين، في يعني في الخليط. غادي نهرس 3 ديال البيضات في اناء، واذا كان عندكم البيض من الحجم الكبير يمكن لكم ديروا غير جوج. انا عندي البيض غير يعني الحجم ديالو صغير. وضعت السكر البني، وغادي نضيف الفاني، وخلطت هذه المكونات مزيان مع بعضها. وغادي نضيف داك الخليط اللي كنت درت في حمام مريم ديال الشوكولاته والزبده مع الخليط ديال البيض. غادي نطربهم هكا مزيان يعني حتى تدخل هذه المكونات في بعضها. لاحظوا معايا القوام. وهذه الوصفه هذه راه ما كتطلبش بزاف ديال الوقت، يعني في دقائق يمكن لكم تحضروها. وهنا غادي نخلط نغربل هاد الطحين هذا كما لاحظتوا بحال شكل الكيك تماما، يعني هو كيختلف بعض الشيء ماشي بزاف. وهادو 3 د المعالقات ديال الزيت حتى هما ضفتهم مع الخليط. وغادي نضيف الخليط ديال اللوز والقرقاع، وغادي نخلط هاد المكونات كاملة مع بعضها. لاحظوا معايا القوام ديال الخليط كيفاش كيولي، خاصو يولي بحال هاد الشكل هذا، ما يكونش جاري، كيبقى هكا شويه قابض في راسو، يعني كيجيكم الشكل بحال تاكلوه هكا، يعني كل ما داك الطحين وداك البيض اللي فيه كيجي عجيب البنات. يعني ناكلوه خضر. انا خديت المول اللي غادي ندخل الفرن ودرت ليه رشيته هكا، يمكن لكم تدهنوه بالزيت وديروا الطحين يعني بحال شكل الكيك تماما. كما يمكن لكم ديروا بابي كويسون تفرشوه في المول ديالكم. وهنا صبيت الخليط ديالي من بعد ما سخنت الفرن على درجة حرارة مسبقا على 180 درجة، وغادي نخليه يطيب تقريبا واحد نص ساعة حتى 25 دقيقة. وكيبقى داكشي على حساب الفرن ديال كل سيدة، ما يمكنش لي يعني نقول بالضبط الوقت، يعني كل واحد وحدة والفرن ديالها كيفاش، يعني عارفة الحرارة ديالو هي اللي كتكون، كاينة اللي كيطيب لها بسرعة، كاين اللي كيتعطل. يعني ما نقدروش يعني الطحين جوج الحوايج اللي ما نقدرش نقولهم دائما مضبوطين، يعني الكمية ديال الدقيق والفران. الفران كيكون على حساب الفرن ديال كل وحدة فينا، وكذلك الطحين، كاين طحين اللي كيشرب وكاين طحين اللي لا، هادو صعيب تقولي فيهم على حساب داكشي اللي كيكون متوفر عندنا. وهنا لاحظوا معايا داك الخليط ديال الكركاع واللوز والشوكولات درتو فوق الخليط اللي صبيت ديال الخليط ديال البراوني كما لاحظتوا، رشيتو الفوق كيعطي واحد هاد الشوكولات، وهذا كيعطي واحد التعليكه من الفوق اللي كتجي زوينه البنات ورائعه. جربوه بنفس الطريقه، يعني ما تخلطوش كل شيء وتحطوه صافي، ديروا حتى الطريقه ترشوه من الفوق كيجي مختلف وكيجي زوين. وهنا دخلته الفرن بعد ما خرجته، لاحظوا معايا داك الشوكولات كيدوب فيه، كيجي زوينه البنات ومعلك. اللي كيعجب في هاد الطريقه هذه وهو التعليكه ديال هاد البراوني، كتجي زوينه ماشي بحال داك اللي كيجي ناشف. المهم انا درت بزاف ديال يعني الانواع من هاد الطريقه هذه عجباتني، وعاود على حساب كل وحده والطريقه ديالها اللي يعني كترتاح فيها. مي هذه كتجي زوينه البنات صدقوني، كتجي رائعه ومعلك. ودابا غادي نقطعو وغادي نوريكم كيفاش جا من الداخل ديالو، كيجي هشيش وكيجي زوين، والمذاق ديالو البنات كيجي خطير يعني رائع.
لاحظوا معايا كيفاش التعليكة ديالو كتجي وكيجي خفيف. كنتمنى انكم تجربوه، وإذا جربتوه اكيد البنات ما تبخلوش ليا بلي لايك وبارطاج مع الاصدقاء والاحباب. والبنات اللي مازال ما اشتركوش عندي في القناة، كنتمنى انكم تضغطوا على الزر الاحمر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر، وبسلام عليكم.